شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات لميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة صعدة. وقالت مصادر محلية أن 7 غارات استهدفت مواقع الميليشيا في مديرية شدى الحدودية، فيما استهدفت غارتان منطقة مران وأخرى منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان. وأضافت المصادر أن غارات التحالف استهدفت منطقة الفرع بمديرية كتاف ومواقع أخرى في مديرية الظاهر.